السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مطبخي الصغير. كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غندير واحد العجين اللي غنخرج منه ربعة ديال الحوايج. عندنا السفنج، وعندنا قريصات، وعندنا المسمن. انتما كيجي رائع. وعندنا بوشيار. ان شاء الله هاد الوصفه عجينه واحده غادي نخرجوا منها هاد ربعه الحوايج. ندوزوا ان شاء الله بالنسبه للمقادير. عندنا كيلو الدقيق الفورص، ونص كيلو ديال الفينو كل مغربل، ونخلطوه. غادي نزيدو معلقه كبيره ديال السنيده، ربعات المعالق كبار ديال الزيت، الزيتون، نزيدو الملح، وغنزيدو معلقة كبيرة ديال العسل. صافي، غادي نجمعو بالماء دافي. من بعد ما تجمعات لينا العجينه، نتوما راه باقي كتشوفوها قاصحه، غادي نحيد واحد الكميه اللي غندير بها المسمن. هادي غنحطها خليها ترتاح واحد شويه. وبالنسبه لهاد العجينه غادي نزيد ليها، نتوما كتشوفوا هنا عندي الخميره، درت لها شويه الماء دافي وخليتها هي تفعلت. غادي نبدا ندخلها شويه بشويه. بالنسبه اللي كيدير المسمن الخميره يديرها من الاول، انا حيت ما كنديرش ليه الخميره ما درتهاش ليه.
بعد هنا معجنتها. غادي نهز القياس اللي غادي ندير فيه الشفنج تقريبا هنا. هنا هذا ديال السفنج غادي نزيد ليه دابا الماء. طاط العجينة ديال السفنج كتكون دوزت غير شويه بشويه الماء. غادي نخليوها حتى هي ترتاح حتى تخمر، ماشي ترتاح خاصها تخمر مزيان. هي اخر حاجه غادي نديرو في الاخر، العجينه السفنج هي اخر حاجه. ندوزو دابا ديال البوشيار والكريسات. هنايا غادي نقسمو هاد العجينه شويه، غنديرو فيه البوشيار وشويه غنديرو فيه الكريسات. هادي غندير فيها الكريسات وغادي ندير فيها البوشيار. بالنسبة للكريسات اللي بغا يديرها ديريكت يديرهم. أنا غادي نزيد ليهم شوية تاع جنجلان وشوية تاع النافع مطحون، وغنزيد واحد شوية ديال الماء زهر. شوية الماء خاصها تكون باقي مرخوفة. صافي نخليوها تخمر حتى هي. غادي ندوزو ديال بوشيار، غنزيدو ليه الماء، نزيدو لهاد العجينة الماء.
صافي ونخليوها حتى هي حتى تخمر. نشوفو من بعد ما خمروا. نبداو بالعجينه ديال المسمنيه الاولى من بعد ما ارتاحت شويه. نديرو كويرات ونحطوها ترتاح. كل واحد يدير على القياس اللي بغا، انا كنبغيهم يكونوا كبار شويه. العجينه خرجت لينا 6 ديال لي بول، ونخليهم يرتاحوا مزيان عاد نكملوا العجينه ديالهم. بعد ما ارتاح لينا المسمن غادي نخدمه. هنا عندي زيت الروميه وعندي زيت البلديه وعندي هنايا شويه ديال الفينو، درت ليه الخميره كيماويه ديال الحلوه. غادي نسلفو. طريقة المسمنة راه كلشي عارفة. انا هنا كندهن بزيت البلديه، ما كنستعملش الزبده، كنفضل الزيت البلديه. وغادي نرش صافي. غادي نكمل بنفس الطريقه. من بعد ما كملتهم ها هما، غادي نحطهم دابا بين ما نجمع هنايا وندوزو نطيبوهم. ما بقيتش غادي نخليهم يرتاحوا، غادي نطيبوهم في ساعه. من بعد ما سخنات لينا المقله مزيان، خليوها حتى تسخن مزيان.
عرفت واش تيبان لكم هو كيتنفخ. شوفو كي كيبان مورق. مسمنا هو من بعد ما طاب، هانتوما كتشوفو كيجي رطب باقي سخون، هانتوما راه مورق. ندوزو دابا للكريصات، من بعد ما خمرات لينا العجينة ديال الكريصات، هانتوما شتوها، ندهنو يدينا بالزيت، ونهبطو العجينة. هاهما الكريصات ديالنا، غادي نحاولو نقرصوهم شوية صافي، ونخليوهم يخمرو. صافي نخليهم يخمروا، ندهنوهم الصفر ديال البيض، نديروا عليهم الجنجة وندخلوهم الفران. ندوزو دابا العجينة ديال بوشيار، غنديرو هكايا كريصات. اللي بغاه يديرو طبوط
يديروا كريصات ويعجنوا على شكل بطبوط في بلاصه الزيت. يدير الدقيق دابا ندوزو نطيبو. هو ما بقاش يحتاج انه يعاود يخمر، ندوزو نطيبو ديريكت. في نفس المقله فاش طيبت الزيت نتوما كتشوفوا هنايا هاني كنقرصو، كنقرصها بالزيت. تدخل المقله صافي، نرشوها بالزيت ونحطوها هكا. ما نقلبوهاش حتى نشوفوا هذا كلشي هنايا هكا ديبول هكا فقاعات، عاد نقلبوها. واش تتبان لكم هي راه بدات تديرهم. دابا غادي نقلبوها. تيبان نتوما كتشوفوا، خليو يتحمر مزيان صافي نحيدو. ندوزو نحطو لخرى، نوريكم ماشي باليكم لي بولي قلت لكم خصها دير. شتو كي كيبان صافي، انا غنكمل على هكا حتى نسالي الكميه ديال العجين اللي عندي.
بوشيار من بعد ما كيوجد هانتوما كتشوفو كيجي خفيف باقي سخون هانتوما تيتسقى بالعسل كيجي رائع زعما في المذاق هانتوما كي كتشوفو. ندوزو دابا عندنا هنايا كاتينا العجينة ديال السفنج هي آخر عجينة نهبطوها ونديرو هادي بول تا هي لي بغا شفنج كبير يديرهم صغير يدير دي بول كبار لي بغا صغير يديرهم صغيورين هكا الا درناهم دي بول غيجينا ساهلين في اننا نصوبوه صافي وندوزو دابا نقليوه هانتوما كنشدو واحد الكويرة عندي هنا غير شوية زيت وهنايا فين دايرة الزيت غير نحس بها شدات ونزال الاخرى ندير معكم وحده اخرى ها نتوما لي بول لي درنا حاولوا نتقبوها مزيان نحطوها صافي نبقاو هكاك حتى نكملو الكمية ديال العجين ديالنا
شفنتي انا من بعد ما وجد ها نتوما كتشوفوا فيه. ما باقي سخون، كيجي رائع بالنسبه للناس اللي كيتحشوا اللي تحشوا السفنج مع هذا الحجر الصحي ها هو يصوبوه في الدار. نتوما كيجي مشفش دابا باقي لينا ان شاء الله القريصات كيخمروا ندخلهم الفران ونشوفوا النتيجه النهائيه كي جات. القريصات هما في الفران انا دهنتهم معناتها جايبين لكم نسيت حتى دخلتهم نسيت ما فينيتهمش هما دابا في الفران يخرجوا نشوفهم كي غيكونوا. القريصات ديالنا هما من بعد ما طابوا هانتوما كتشوفوهم كيجيو رطبين تيجو خفاف أو بوشيار أو السفنج أو المسمنة. نتوما كتشوفو هاد الوصفة راه تبارك الله كتخرج لينا هاد الكمية كلها. كنتمنى الوصفة تكون عجباتكم، ما تبخلوش عليا بتعليقكم، وإلا عجباتكم قناتي ديرو جيم وما تنسوش تشاركو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وبارطاجيو مع أصدقائكم. أستودعكم الله.